ولكن للأسف الشديد وأقولها بحسرة، للأسف الشديد أن الفترة الأخيرة اتضحت لي معالم لم أكن يعني أتمنى أن أراها وأكتشفها. للأسف الشديد يعني بعض التصرفات اللي بذرت من رئيس مجلس النواب مع الأستاذ محمد الحلبوسي لم تكن ضمن الحسابات التي كنا نحتسب إليها ونحسبها، ولم نكن لم تكن ضمن الإطار الذي خطط له في مسيرة الأستاذ محمد الحلبوسي لإنقاذ الوضع. خلينا نقول بشكل خاص، شنو اختلف سيد إبراهيم؟ يعني أنتم كنتم من المباركين ربما لخطوات وإدارة الحلبوسي بفترة ماضية وداعمين، يعني ما رد أقول داعمين، لكن أكو اتساع بصحة الرفض السني لرئيس مجلس النواب أو طريقة إدارته، شنو السبب؟ يعني الطريقة إذا أشوفها آلي دائما وأبدا، يعني المشكلة لما تنادي وتقول 20 مليون مرة، يعني صار 3 أشهر ولا 200 لقاء على الفضائيات، 150 20، دا أقول له ووصل هي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، الدائر ما يدورك مو صحيح، الحاشة مو صحيح، مستشاريك بهم هواي ناس مو صحيح يشتغلون، الشغل هذا مو صحيح، راح يؤدي إلى نهاية نفق مسدود، العراق بحاجة إلى ناس مخلصين مثلك يا أستاذ محمد الحلبوسي، بناس وطنيين مثل جنابك، بناس يحبون العراق ويعملوا للعراق، ولكن الدائر ما يدورك دا يعطوك استشارات غير حقيقية. بعض النواب المقربين إليك هم يحاولون بطريقة أو بأخرى يمنوك أنه أنت الزعيم الأوحد للطيف السني، وهذا غلط. مشكلتنا إحنا وين أستاذ الكريم؟ مشكلتنا أنا بالناس وأنا ومن معي بالفريق، إحنا صريحين أكثر من اللازم.